قتلها ليكون مشان هيك هددني يا بصافير. ولك لا تكون عارضة الطبع كاشفتني وماني دريان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. موري أبو ضايش بشتاك بس الشاي دخيل عينا. ايه بأمرك حبيبنا اللزم. أهلي عمي أبو حاتي. ايه أبو ضاي اللي صاحبك فيار مين اللي داش علينا؟ شو بعرفني؟ علمي علمك عمي أبو حاتي. ايوه علمي علمك يعني ما بتعرف ما صاحبك على طول انت وياه لازقين لزق ما بتعرف؟ قلت لك علمي علمك وش كان كنت بعرف ما كنت خليته مو انا اللي بخليه. ايوه ما كنت خليته. ايوه معلوم ما كنت خليته. ليش انت بتهون علينا عمي ابو حاتي؟ تسلم يا ابو ضاي. إذا مو كاشفيني لازم نلاقي المصاري من كل بيت. حاجة بقى حاج. واوي حسبها مني. شو لك فهمي؟ تارك الضو شغال؟ لا والله يا شيخنا أنا بالأصل ما بشعله لحتى أتركه شغال. مسك المفتاح. لك فهمي شفت شلون لازمك مرة؟ والله مزبوط يا شيخنا هاي معك عافية. كتر خيرك شيخنا فضلت. خير الله لازمك شي فهمي. بدي سلامتك أنا بدبر حالي. الله معك مع السلامة. الله معك. الله يجزيك الخير. الله معك مع السلامة. والله شامم ريحتك يا هواوي. شلون عرفت اني هون لك فهمي؟ وشلون شميت ريحتي يعني؟ اهلين هواوي. انا ما قلت لك ممنوع عليك تفوت على هذا البيت؟ يا سيدي وهي فتت. وبعدين مو حرام عليك انت سالب على هالعالم وعامل لي حالك شيخ خضري؟ والله يا هواوي أنا مالي شيخ بس ضرير. إيه شلون يعني ضرير وعرفت إني هو؟ علي الحلال إنك واحد حربو ومانك قليل لك فهمي. الله يسامحك ويهديك. الله يهدي الجميع. اللي هلا من آخره وين حضرت البصاري؟ يلي سرقتن من أبو ظافر؟ أيوه حبيبنا اللزام. إيه نعم سيدي اللي سرقتهم من أبو ظافر
وين الذهبات والمصريات يا حباب؟ أول بدي أسألك سؤال. هلا لا تسألني ولا تقلي، قلي وين الذهبات والمصريات وبعدين بنحكي. ليش مستعجل؟ بدك تهرب من الحارة؟ إيه نعم سيدي، بدي أهرب من الحارة. وين بدك تهرب واوي؟ إيه علينا أخي، عم تصار فيت لبنان، عبغداد، حسب ما الله ييسره، برضاي عليك، أعطيني المصريات، بلشوا العروض يتنططوا قدام خلقتيها. أول بدي أسألك سؤال، وبعدين إن شاء الله بعطيك المصريات. شريف، سأل. يعني من وقت ما أجيت على الحارة لا بنعرف منين اجيت ولا مين انت. وانت ليش دحش لي انفك بكل شغله؟ شو ودك مين انا وليش جاي؟ والله حابب اعرف يا هواوي، مو انت بدك المصاري والذهبات؟ جاوب. انا فراري لك فهمي، فراري من سجن القلعه. من سجن القلعه. وتاركينك الفرنساوي لهلا؟ شو قصدك ولا فهمي؟ انت بتشتغل مع الفرنساوي؟ لا انا ما بشتغل مع الفرنساوي. كيف بتفوت وبتطلع على الحارة وبتشتغل؟ كيف ظابطة معك هي؟ شو قصدك؟ انا عوايني؟ والله ما بعرف، بس كأنك عوايني مو؟ فهمي، هات المصاري خلصنا. ليش قتلته لرفيقك فياض؟ فياض خلص عمره، كان لازم يموت. وانا اذا ما اعطيتك المصاري والذهبات رح تقتلني؟ فهمي، برضاي عليك اعطيني المصاري والذهبات بلا ما انبلى فيك الليله، برضاي عليك فهمي. على كل حال ما في تقتلني، انه الاعمار بيد الله، واذا بدك تضربني كمان ما فيها مرجلي، لأني أنا واحد ضرير. والمصاري والذهبات خلص مشي الحال، رجعتهم لصاحبه. رجعتهم لمصافي؟ إيه نعم رجعت له إياهم، بس اطمن ما قلت له إنه أنت الحرامي. قلت يمكن الله سبحانه وتعالى يهديك، وكنت عارفان إنك رح ترجع لعندي. وشو قلت له؟ ما قلت له شيء. حطيت الذهبات والمصاري قدام باب بيته ودقيت الباب. بس انت لا تخاف، لاني لا قلت اسمك ولا اسم فياض الله يرحمه. اسمع مني يا هواوي، روح توضى وصلي ركعتين لرب العالمين، بركي يغفر لك ويسامحك. بعدين انت شو بدك من شغله؟ لك انت روح تزوج وجيب لك ولد على هالدنيا، والحمد لله الله بعت لك رزقتك. تعرف شو يا هواوي؟ كلياتنا بنحمل مصايبنا للدنيا، بس مو صحيح. الله سبحانه وتعالى هو اللي كاتب لنا كل شيء، هو اللي مقدر لنا كل شيء. الله هو اللي كاتب علي هيك؟ الله هو اللي كتب قصة حياتك، مشان هيك تأدب لما بترويها وبتحكيها، تأدب لما بتحاكم كل شيء مر عليك بحياتك. الله بيحبك، الله بيحب كل الناس، كل نملة، كل حدا بيدب على الأرض. تأكد من أنه كل الفقر والجوع اللي قضيته بحياتك هاد اللي يكفر لك عن خطاياك، اللي يطهر لك نفسك. بكرة رح تعرف أنه كل الصبر اللي صبرته بحياتك هذا طريقك للجنة. اقتنع يا هواوي انه دائما في مجال للرجعه. رجع يا هواوي رجع. انا اجلي قرب، لا تخلي على ايدك. رجع يا هواوي رجع. رجع لربك. رجع لعقلك، لقلبك. رجع للناس، رجع لبلدك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا 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 الله. محمد. أنا محمد.
رسول الله.